أهلا وسهلا فيكم متابعينا على برنامج روتانا موتورز. عندنا اليوم حلقة استثنائية راح نغطي فيها معرض الرياض الدولي للسيارات. كثير شركات وكثير وكالات كانت موجودة، وأيضا كثير من الشركات لخدمات المكملة للسيارات كانت موجودة. خلونا نتابع المشاهد اللي احنا جبناها بهاللقطة. مشاهدينا، بعد ما أخذنا الجولة في المعرض قررنا الآن نزور بعض المعارض بالتحديد ونتعرف على جديدهم. احنا الآن مثل ما انتم شايفين متواجدين في معرض شيفروليه للسيارات التابعة لوكالة الجميح، ومعنا الأستاذ منصور الجميح وهو مدير عام الوكالة في منطقة الرياض. حياك الله أستاذ منصور، ضيف على روتانا موتر. يا هلا وسهلا وحياكم الله، شرفتونا يا أخوي. الله يحييك أبو محمد. طبعا احنا الآن متواجدين في معرضكم والمقام في مركز معرض الرياض بمناسبة معرض الرياض الدولي للسيارات. أول سؤال خليني أسألك يا، وش رأيك في المعرض وش الخدمات اللي يقدمها لكم أنتم كوكالات للسيارات؟ طبعا مركز معرض الرياض من بدأ مسيرته مدة طويلة جدا. الميزة الأهم والمهم للمعرض أنه يريح العميل ويريح الوكلاء، جميع الوكلاء الموجودين في الرياض أو موزعين للسيارات يتمكنون من عرض المنتج الجديد لهم، يكون تحت سقف واحد، يمكن من العميل اللي يرغب في الشراء أو المطلع أنه يحضر في زيارة واحدة خلال ساعتين، يكون غطى جميع أجزاء المعرض وطلع على كل أنواع السيارات الجديدة الموجودة في المعرض. طيب ممتاز. طبعا اذا انتم الان تكلمون عن تواجد اكثر من عارضين للسيارات، انتم عرضتوا الان تقريبا اغلب سيارات الوكاله، لكن في سيارات انتم ركزتوا عليها بالتحديد السنه هذه؟ احنا عندنا اكثر من نوع جديد. عندنا نبدا بالكامارو، عندنا موديل جديد الكروز، ماليبو، الترين، الدينالي طبعا، والاخير عندنا التريل بليزر الجديد اللي شايفينها. التريل بليزر سياره كانت شعبيه جدا، توقف إنتاجها الشكل السابق عام 2010 ورجعنا الآن نزلتها جرا موتورز بالشكل الحديث اللي أنتم شايفينه. نعم. طيب خلينا نتكلم نركز شوي على التريل بليزر، يعني أنا ما شاء الله أشوف كأنها نقدر نطلق عليها عروس الحفل بالنسبة للجميع. نعم، هي الحقيقة هي الحاجة الجديدة ونجمة المعرض لليوم. يعني سيارة كان لها شعبية سابقة بشكل سابق وجات بشكل أجمل الآن الله يسلمك. طيب ممتاز، طالما هي عروس الحفل احنا نبغى نطلبك هنا والمشاهدين أيضا في روتانا موتورز أنكم تعطونا في يوم من الأيام فقرة نقدر نغطي فيها التريل بليزر ونتعرف على أبرز مزايا. أهلا وسهلا، حياك الله، تشرفونا الله يسلمك. طلب آخر شخصي لي إذا ممكن تعطوني هدية؟ لا بالتأكيد لا طبعا. أوكي طيب، يعطيك العافية أبو محمد، شكرا. أهلا وسهلا. مشاهدينا جولتنا لسه مستمرة، ومثل ما قلنا معرض الرياض للسيارات مو بس يعرض سيارات، يعرض مكملات السيارات. ومن الأشياء اللي لفتت انتباهي معرض جولدن كاب في السعودية، وهو معرض عبارة أنه يوفر لك تلفزيون وستلايت جوا السيارة. كيف؟ مستر زياد دراوشي مدير المبيعات في الشركة راح يخبرنا، ولا لا يا أبو طارق؟ أكيد طبعا. طيب أبو طارق، أول شيء خبرنا عن جولدن كاب، وش الخدمة اللي توفرها للمستهلك؟ طبعا أول شيء نرحب في مشاهدين قناة الخليجية. إحنا بنوفر خدمة الأولى في العالم من نوعها، اللي هو تلفزيون متنقل معك في أي مكان. هذا يعتمد على ستلايت وبث مباشر من قمر صناعي خاص في هذا الجهاز، لا إنترنت، لا شبكة جوال، ما يقطع معك في أي مكان تتوجه فيه. هذا الجهاز شغال في البر، في البحر، في أي مكان أوتدور الجهاز هذا شغال. البحر يعني أركب غواصة مثلا وانزل؟ لا غواصة ما تشتغل، لكن في اليخت عندك إن شاء الله، إذا عندك يخت طبعا. والله ما عندي، بس تعطونا هذا بنعطيك إياها هدية مع الجهاز إن شاء الله. طيب أوكي أبو طارق، أنت الآن تكلمت عن قنوات تقريبا، إيش يعني كم قناة ممكن إلى الآن الخدمة توفر؟ هي طبعا احنا موفرين اكبر 11 محطة موجودة في العالم العربي. روتانا من ضمنهم؟ اكيد طبعا، روتانا سينما وروتانا كليب موجودين ان شاء الله، وروتانا خليجية ان شاء الله نحاول نضيفها في المستقبل القريب. طيب اوكي، انا الحين حاب اتعرف على الجهاز بشكل اقرب ونعرف المشاهدين عليه. انتم جايبين السيارة هذه، وريني الجهاز وين اول شيء؟ الان الشاشة موجودة في الداخل عندك. الشاشة موجودة عندك في الداخل. أوكي. توصل مع جهاز اللي هو لاقط مع الشاشة هذه، الجهاز اللي موجود في السقف.
موجود في السقف، نعم على سقف السيارة. هذا عبارة عن إيش؟ هذا هو اللاقط اللي هو يستقبل من القمر الصناعي. هذا مباشر يستقبل من القمر الصناعي، ما بيحتاج لكهرباء، فقط توصله بالشاشة. الجهاز بالكل لا يحتاج إلى تركيب، فقط توصله بالشاشة وتشغل الشاشة تلاقي المحطات شغالة. طيب لما يكون الجهاز مشحون تماما كم ساعة يمشي؟ خمس ساعات متواصلة. ساعات، بالإضافة أنه يتوفر معك شاحن سيارة وشاحن للبيت بحيث أنك تقدر تشحن هذا الجهاز. طيب اوكي، احنا الحين نتكلم عن كل هذا الكوست، شيء دائما يهم المستهلك او التكلفه. اعطينا تكلفه الجهاز كم؟ يعني ما بيزيد عن مليون ريال ولا بيقل عن 10 ريال. حلو ممتاز، اتوقع الكل يقدر يشتري جهاز بمليون ريال في النهايه. ابو طارق سيارات ما نشتريها بمليون. لا، هو الجهاز ان شاء الله بتوفر في السوق في جميع انحاء المملكه بسعر موحد، هو 1550 ريال. طيب اوكي، 1500 فهمت، ال 50 حق ايش؟ حق هو كذا السعر موحد من قبل الشركة المصنعة هذه. طيب فروعكم وين موجود؟ أنا بصراحة يعني ربما مشاركتكم في معرض الرياض الدولي للسيارات فادتكم، إنه ممكن المشاهد صار يعرف إنه في خدمة سترايت، بس معرضكم وين موجودة؟ في أي مدن؟ الجهاز متوفر في جدة، في تبوك، في المدينة المنورة، في الرياض طبعا، موجود في شمال ووسط وجنوب الرياض، محلات منتشرة في كل الأسواق المختصة في زينة السيارات وكسوارات السيارات، بالإضافة إلى الدمام، وإن شاء الله قريبا في الجنوب. وان شاء الله قريبا طالما بتكونوا في الجنوب، احنا ان شاء الله كمان قريبا راح نحاول نعرض تقرير خاص نوري فيه الكاميرات نوري فيه طبعا الستلايت والشاشات، وحتطلع معنا ان شاء الله ظهور قريب. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بقناة خليجية طبعا. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا جولتنا لسه مستمرة في مركز معارض الرياض او المعرض الدولي للسيارات اللي صاير في الرياض. هذا ما هو التقرير الوحيد اللي شفناه من الاشياء الجميله اللي ممكن تهمكم ايضا كمستهلكين وكمتابعين، في تقارير ثانيه تذكروا، روتانا موتورز لسه مستمر معاكم. مشاهدينا هذا اللي في يدي ما هي برصاصه ولا هي بقذيفه من مدفع، هذا سلف لومينا موديل 2001 وحاله امها حاله بصراحه، لكن احنا موجودين هنا الان عند شركه OWS. هذه الشركه وظيفتها تعيد تصنيع قطع الغيار المستهلكه والمدموره اللي مثل السلف هذا على اساس تصير قطع جديده. موجود عندنا طبعا هنا السيد رؤوف، مستر رؤوف. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية، جولتنا في معرض الرياض الدولي للسيارات لا زالت مستمرة، واكتشفنا فيه ماركة سيارات جديدة موجودة في السوق السعودي ما لها إلا سنة بالضبط، وهي ماركة MG مثل ما أنتم شايفين. طبعا متواجد معنا الآن الأستاذ عادل المسعود، وحضرتك أنت الرئيس التنفيذي للشركة. أولا أهلا وسهلا فيك في أول ظهور لكم ولشركتكم على روتانا موت. أهلا فيك. في البداية أحب أشكر روتانا خليجية، بس بحب أصحح معلومة، MG طبعا هي جديدة في السعودية ولكن تاريخها يمتد إلى 100 سنة. هذه سيارة بريطانية عريقة، سيارة المشاهير في بريطانيا، والحمد لله احنا استطعنا ان نفوز بوكالتها هنا وجبناها لنا تقريبا سنة، والسيارة يعني لقت استحسان كثير من الناس، والحمد لله مبيعاتنا جيدة، واحنا نتطلع ان شاء الله المزيد من النجاح في السنوات القادمة ان شاء الله. نتمنى لك ايضا هذا التوفيق يا ابو فواز، لكن انا في البداية خليني اتكلم عن MG هنا في السعودية. انت ذكرت طبعا قبل ما نبدا نسجل انه كانت متواجدة او لها موجود الان في السعودية سنة تقريبا. طيب MG وش تطمح من السوق السعودي؟ والله احنا طبعا نبدأ بس بداية يعني نعرف الناس على المنتج، يعرفون وش MG، وش ميزاته، وش تاريخها، لان هي تتمتع بتاريخ كثير وتاريخ عريق جدا. هدفنا طبعا يكون لنا ماركت شير معين، يكون لنا يعني ماركت شير وايضا والاهم هو يكون لنا براند معين اللي يكون له معنى عند العميل. يعني لما العميل يسوق سياره MG يحس بالفرق، يحس بالفرق في ايضا في الخدمه، في التعامل، واحنا نبغى نضيف شيء جديد للسوق السعوديه. ابو فواز خليني اسالك، انتم مشاركتكم الان في هالمعرض وش يعني تمثل لكم وش تطمح من وراها بالضبط؟ طبعا هذه مشاركتنا في المعرض هذه فرصة لأنه نقابل عملائنا، نبغاهم يشوفون السيارة، نبغاهم يحسون فيها، يلمسونها. طبعا احنا عندنا 4 فروع في السعودية، ولكن بعض الناس ما يكون عنده فرصة انه يزور المعارض، فحبينا احنا نجيهم. والمعرض زي ما انت شايف يعني ناجح، وايضا مشاركتنا في المعرض جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، لأنه لازم ندعم المعارض السعودية وندعم التواجد السعودي. يعني ابو فواز طالما انه الان وصلنا اندب مثل ما يقولون شوي في الشركه، انتم عندكم الان مجموعه سيارات،
لكن اكيد كل شركه دائما لما تشارك في معرض يكون عندها سياره سيارتين تكون اللي هي التوب اللي تحول انها تعرضهم. وش التوب اللي عندكم لليلة؟ والله احنا عندنا ست موديلات، ولكن الموديلات الاساسيه عندنا في طبعا عندنا ال 750 زي ما انت شايف، هذه سياره يعني الكحوليه، هذه سياره يعني لكجري وفيها رفاهيه، وفي عندنا ال 350 هذه سياره العائله الصغيره، وسياره يعني سياره للشركات، وهي يعني تشتغل كويس في اجار السيارات ولاقت نجاح كبير. فعندنا الموديلين هذه، وفي طبعا اربع موديلات اخرى، واحنا حرصنا لما جبنا البراند انه يعني يتماشى مع جميع الشرائح المجتمع السعودي، وايضا كنا حريصين على انه يكون السعر مناسب يكون في متناول يد العملاء. وصلنا لنقطه مهمه، انت الان تكلمت عن سيارات تقدم راحه فخمه وفي نفس الوقت تتكلم عن السعر. طيب خلينا نتكلم مثلا عن اقصى سياره من ناحيه الفخامه والراحه الداخليه عندكم، كم سعرها؟ والله في طبعا هي تبدا سياراتنا تبدا من 36,000 وتطلع لين تحت ال 100,000، فال 750 تتراوح. في طبعا موديلات، فيه موديلات فيها نافيجيشن وفيها كاميرا وفيها شاشات خلفيه وفيها جلد، هذه اقل من 100,000 ريال بشوي، فيبغالكم تزورونا في المعرض وتشوفون. ما يخالف ابو فواز، احنا ان شاء الله راح نزوركم في المعرض وراح نغطي سياراتكم بشكل اكبر عندنا في روتانا موتورز. والان انا اذا تسمح لي ابو فواز راح اكمل جولتي داخل معرضكم هنا، وابغى اتعرف على السيارتين هذه بشكل اكبر. حياك الله، ونشكر روتانا واشكرك شخصيا يا اخ مهند. مشاهدينا لازلنا موجودين في جناح شركة MG، وشايفين الآن عروس الحفل اللي خلفي أو عروس الجناح، وهي MG 750. متواجد معي أحمد شهيل موظف في الشركة، حياك الله يا أحمد. الله يرضى عليك، هلا وسهلا في الخدمة، الله يرضى عليك. أحمد، هذه مثل ما قال أبو فواز عروس الجناح، وش ميزتها؟ أكيد ما يحتاج، السيارة هذه MG 750 سيارة كلاسيكية تجمع بين السعر والفخامة، إعادة بيع، مواصفات أمان، صيانة منقطعة النظير، يعني حتى الصيانة اللي عندنا شاملة لعدة أمور، غير مكينة ديفرنس ضد عيوب التصنيع كاملة. حلو أنكم ركزتوا على الصيانة، لأن أنت يمكن عارف أن السوق السعودي أغلب دائما يعني ينزعج من موضوع الصيانة، لكن أبغى أتكلم الآن على السيارة بصفة عامة. أنت الآن تكلمت أنه هي تجمع بين الفخامة وبين السعر، طيب سعرها كم؟ سعر السيارة يعني في الفل أوبشن يتراوح إلى 99,000، إن شاء الله ما نكمل 100,000 إن شاء الله. السيارة تتفوق بالوزن والمواصفات الأفضل في السوق بالسعر هذا. طيب بالنسبة للسيارة كمكينة كقوة، خلينا نتكلم أول شيء عن الهورس باور اللي في السيارة أو كم حصان هي؟ السيارة 2.5 تقريبا 185 حصان فعلي، قدرة حصانية عالية إذا نظرت إلى عدد البساتم الموجودة إلى 24. السيارة طبعا حجم مكينة كبير بالقدرة الحصانية، يعني 2.5 هي 6 سلندر عشان تكون السيارة أكثر أريحية في عالم السيارات وعالم المحركات. طيب إذا نبغى نكمل لسه بالنسبة لموضوع البنزين 95 و91، السيارة يركب عليها حتى أقل أكتين من هذا إلى 86 و85 أكتين ما في مشكلة، يعني نقدر نقول استهلاكية في الوقود وفخامة. أي جدا ما يحتاج، يعني السيارة في ناحية الوقود تعتبر حاصلة على عدة شهادات بريطانية في ناحية صرفية البنزين. طيب بالنسبه للفخامه الداخليه نبغى نتكلم شوي عن الفول اوبشن. الفول اوبشن وش الميزات والفخامه الداخليه اللي تقدمونها؟ الفخامه الداخليه الشركه بعراقتها ومن عام 1924 لا زالت محتفظه بالعراق الكلاسيكيه البريطانيه من ناحيه الساعه اليدويه الموجوده، الجلد المتباين العادي، إضافة إلى الأكسسوارات الداخلية الحديثة، يعني حاولنا نجمع بين الميزتين هذه عشان نطلع بسيارة راقية أفضل. يعني نقدر نقول السيارة هذه مو باللي أنا أسوقها، هذه السيارة اللي أنا أركب ورا ومعي كوب القهوة ومرتاح. أكيد، لأن لا تنسى المساج الخلفي موجود، التحكم الخلفي موجود، الستار الخلفية لها تحكم من الخلف، سيستم الصوت تحكم من الخلف، فما عندك أي مشكلة من الناحية هذه أبدا من ناحية المواصفات. طيب ممتاز أحمد، إحنا راح نحاول أن نطلع في تقرير خاص عن السيارة في وقت لاحق إن شاء الله، لكن الآن في سيارة ثانية قال عنها أبو فواز وش هي؟ طبعا عندنا السيارة الرياضية أو نسميها أن ديجيتال كار، السيارة الرقمية 550، سيارة رياضية منقطعة النظير.
مشاهدينا جولتنا في معرض الرياض الدولي للسيارات لسه مستمره، وحنا الان موجودين في شركه رود ماستر. الشركه هذه مختصه في تركيب الشاشات جوا السياره. طبعا موجود معنا الاستاذ محمد بحري مسؤول التسويق في الشركه، حياك الله يا محمد. حياك حبيبي، تشرفت والله. محمد، الشركه وش الخدمات تقدمها للمستهلكين؟ عطنا. احنا نقدم اول شيء خدمات اللي هي المالتي ميديا، اوكي. ثاني شيء عندك اللي هي تحديد المواقع، الخرائط اللي كل منا بيحتاجها اليومين هذه. يعني مثلا في اشخاص بتنزل من جده، من مكه، بيجي الرياض، فيحتاج انه يركب نظام الخرائط بحيث انه يدل على المواقع اللي يحتاجها. انا شايف الان ما شاء الله عارضين جيمز جميل جدا، موجوده فيه شاشات الى بكره. وش ميزة الشاشات العرضية؟ وش مختلف الأنواع اللي عندك؟ أقول لك المميزات في الشاشات. إحنا نشتغل في الشاشات الأمريكي والياباني والكوري، أوكي، وعندك الألماني الآن مستقبلا. نتكلم عن نوع السيارة ولا نوع الشاشة؟ نوع الشاشات. أي أنا الشاشة السيارة اللي عندي هذه تعتبر نوع متكامل من أنواع الشاشات. يعني في عندك يكون راكب الرافور، عندك الجي إم سي، عندك أنواع تانية اللي هي يونيفرس. طيب أوكي، أنتم الآن أكيد عندكم عدة مقاسات وعدة مميزات في الشاشات. خلينا نتكلم عن التوب اللي عندكم. وش التوب اللي عندكم؟ وش عندنا؟ بضاعة منتج جديد اسمه البلاتينيوم، هذا الدرجة أولى من المنتجات حق رود ماستر، أوكي. بمعنى يعني الأوبشن حقه يجيك جدا مختلف عن رود ماستر الفئة الثانية، وهذا الفرق اللي أقول لك على اللي هي فئة البلاتينيوم. الأسعار كيفها؟ الأسعار بتكون بشيء متناسب، يعني تقريبا يعني بنسبة 20% زيادة. 20% زيادة عن السعر اللي قدمه. بالتالي هل أنا لي ضمان ولا امتيازات أخرى بما أني دفعت؟ لا أكيد لك ضمان طبعاً لمدة سنتين، الوكيل متواجد في جميع فروع المملكة، وهذا الشيء بنقدمه إحنا برضو خدمة للعميل. يعطيك العافية محمد. عافيك حبيبي، تشرف. مشاهدينا الجولة أكيد لسه ما خلصت، باقي تقرير، خلينا نروح نشوفه. مشاهدينا احنا موجودين الان في معرض هارلي ديفيدسون المشارك في معرض الرياض الدولي للسيارات. طبعا انا جالس على احد افخم البايكات اللي موجوده عندهم، هو بايك المسافر. سبب الجلسه لانه ما شاء الله يعني حتى الكرسي كنا صوفه او كنب من كثر الراحه اللي موجوده فيه. طبعا معنا الان للحديث عن المشاركه هذه الاستاذ مشعل المطلق، وحضرتك نائب المدير التنفيذي في الشركه، حياك الله يا ابو فهد. الله يحييك، الله يسلمك. ابو فهد، مشاركين في معرض مركز معرض الرياض اللي تعريف بالبايكات اللي عندكم، طيب وش دايين تعرفون المستهلكين عنه؟ عن كل ما يوجد لدينا من دراجات جميله ورحاله في نفس الوقت. طيب عندكم الان تقريبا يمكن 1 2 3 يمكن تقريبا 5 بايكات، وش الابرز اللي موجود فيه؟ طبعا ابرز ما فيهم الرحاله اللي هو موجود عندك، الالترا كلاسيك اللي انا كنت مسترخي فيه. مسترخي فيه، نعم. طبعا انت قلت انك بتدفعني اجار على ظهر الجلسه ان شاء الله. طيب ابو فهد، انتم طبعا هارلي ديفيدسون قديمين جدا في السوق السعودي، ولكم فئه ممتازه جدا ومعينه من المهتمين في البايكات، وش تميز هارلي ديفيدسون عن باقي البايكات اللي هي الريسينج؟ تتوفر فيها وسائل الراحه من ناحيه الطرق الطويله والسفر عليها، من ضمنها شركة عريقة قديمة جدا من سنة 1903، والآن احنا نحتفل بسنة 110 منها. طيب سؤالي، انت حضرتك ابو فهد مستهلك للهارلي ديفيدسون؟ نعم. وش البايك اللي عندك؟ مثل هذا الدراجة الترا كلاسيك. الترا كلاسيك، طيب اوكي. عندكم طبعا انتم عدة فئات من البايكات، خلينا نتكلم عن اقل فئة، لو نقول واحد انه مثلا ما عنده ذاك الكاش لكن حاب انه يكون من ضمن مقتنين هارلي ديفيدسون، وش تنصحه فيه؟ انصحه في سبوستر كبداية، وقيمته تقريبا 38,000، يبدا فيه، جميل جدا، دراجة رائعة صراحة. طيب وانت لو كنت تبغى تنصح واحد من مستهلكين هارلي ديفيدسون القديمين، اللي لو تبغى تعطيه افضل بايك في وجهة نظرك، وش بتنصحه فيه؟ والله تتراوح جميلة دراجاتنا كلها الحمد لله، يعني جميلة، لكن المرجع له هو، يعني ما هو مثلا إذا يبغى على حسب استهلاكه، إذا كان يبغى داخل المدينة، خارج المدينة، على السفر، هنا المستهلك له الرأي الأخير. نبغى نتكلم عن خدمات ما بعد البيع في هارلي ديفيدسون، مش الخدمات اللي تقدمونها أنتم كوكيل؟ نقدم كثير من الخدمات، من ضمنها الصيانة، الأكسسوارات، من ضمنها دائما متابعين للعملاء، والاكسسوارات من الى للدراجه الهارلي ديفيدسون.
طيب ابو فهد، انا لازم اسالك السؤال الاخير هذا. انا كل ما رحت عند معرض من المعارض المشاركه اسالهم سؤال ودائما الاجابه واحده. خليني اجرب حظي معك ابو فهد، تعطيني بايك هديه؟ مستحيل. يعطيك العافيه ابو فهد، ما قصرت.